بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط خيل تريبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. نعلن بعون الله تعالى عن تشكيل كتيبة الشهيد أبو عبيدة التابعة للواء الفاتحين الويت أحفاد الرسول، ونعاهد الله في المضي قدما في هذه الثورة المباركة، وأننا سنقوم بمحاسبة عصابات الأسد وميليشيا المخيمات التي تعبث بأمن المواطنين السوريين والشرفاء من أخواننا الفلسطينيين في هذا البلد الأبي. الرحمة للشهداء الحرية ولمعتقلينا، وعاشت سوريا حرة أبية. تكبير.